طبعا فيه من الاخوان ودنا يعني نفيدهم بالامر هذا، نوصل لهم معلومه صح. شنو هو الحين؟ علاش طيور ينغسلن غسيل كامل، يطلع اللحم من داخل، طلع اللحم البقايا اللحم من داخل، الفري ولا الامور ولا الصوص، يجي فيه صفار وبيض فيمسك داخل، ينغسل مضبوط الكلام، يقطب الشمس او اغسله اذا كانت من يعني انا قاعد اعلف وجبتين ليل و الصبح وجبتين، فشنو الوضع؟ اللي بالليل اغسله مضبوط وحطه ينشف الامور طيبه، الصبح 100% طق الشمس طبعا يكون مغسول مضبوط والامور طيبه، هذا امر عشان ما فيه الامور اللي تجمع البلاوي وتجمعت الوصاخة الأمور اللي يعني أنت في غنى عنها. والأمر الثاني والمهم هذا شوفونه على الشمس، ما أدري واضح ولا رافع يدي فوق، تراني غاسله مضبوط، لا خلصت من تنقيع، لأن في واحد من إخواني عسى الله يحفظه، يعني إخواني يتابعونا عسى الله يحفظه، ومن الناس العزيزة علي أمس يقول ترى بلاستيك يعني مشكلة، يعني ممكن يصير فيه، انا اغسله مضبوط، ينقسل مضبوط وينحط في الشمس، بعدين عاد رده حطه داخل، لما بنقع الوجبه الثانيه الامور طيبه، حطه على الشمس تدق الشمس مضبوط، بعد غسيل طبعا بالليفه السيام هذا السيب اضبط اموره مره واحده، اشيل الدهونات برات، صحيح يعني كلامه للي يهمل يعني، اما فضل رب العالمين شوفونه جديد كانك توك ماخذه، أغسله كامل وكوجه رب العالمين على الجنب وعلى الأمور كلها يعني من داخل طبعاً.